معكم بعد فاصل موسيقي خفيف ظريف. رجعنا لانه كاين كثير ديال الكلام غادي نتقاسموا في هذه الفقره هذه، بالاضافه للمعلومات بالاضافه للتوجيه بطبيعه الحال لكل النساء المغربيات اللي كيثقوا في حضور الدكتور عبد الوهاب زيزي، دكتور اختصاصي في امراض النساء توليد وعلاج مشاكل الخصوبه والعقم. نقول له على سلامته لانه غاب علينا الاسبوع اللي فات، كان بطبيعه الحال في واحد رحله انسانيه جميله جدا ونقل لنا الاجواء ديال اقاليمنا الصحراويه تحديدا بالعيون. فانا كنسلم وتنحيي على كل الناس اللي كانوا حاضرين، واكيد غادي تحكي لنا تفاصيل ديال هذه الرحله. دكتور مرحبا بك، على سلامتك. اولا تحيه لجميع المستمعين والمستمعات الكرام، تحيه للطاقم التقني الاذاعه تي ام اف ام، تحيه للجاليه ديالنا في الخارج، تحيه للساكنه ديالنا في الصحراء. على سلامتك دكتور، على سلامة. تحية لك الأخت سمية كريم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام. كي كانت الأجواء؟ ضروري ما تعطينا ملخص، تعطينا يعني شو شفتي، شنو عشتي، شنو درتو، وآخر يمكن الأمور اللي بانت جديدة وثارت انتباه ديالك، فتقسم معنا هذه اللحظات اللي جات على خاطر قبل ما نبداو. أكيد نكملوا حديثنا والسيناريو ديالنا اللي مازالين غادي نختموه إن شاء الله في الأخر. مازالت لك المسلسل اللي بديناه. أكيد ديال المرأة الحامل إحنا ما نسيناهاش. وفي حقيقة الأمر دوزت واحد الخمس أيام رائعة يعني في العيون، وتفاجأت يعني بالتقدم الكبير اللي دار فريق المدينة، جميلة جدا وفي جميع النواحي، لا من جميع الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا اللوجستيكية، يعني مدينة جميلة ولا جميلة جدا. عدد ديال الفنادق، عدد ديال المطاعم، باري دي كونغري، يعني قصر المؤتمرات، يعني مدينه جميله جدا. وكان هنا بان واحد الخدمه يعني اللي ما يمكنلكش تصور اللي دارت في ديك المدينه، بان تبدلات راسا على عقب، وهذا فخور للمغرب، فخور لبسيطه طبيعه الحال، مجهود الجبار اللي تيدير سيدنا الله ينصرو للنمو ديال النواحي الصحراويه. وحنا في حقيقة فخورين جدا جدا بهذيك المدينة ديال العيون، لأن في حقيقة ما كذبش عليك تفاجأت نهائيا، لأن يعني فيل مودرن، جميع الشروط متوفرة، ومن ناحية ديال الأمن ما يمكنلكش تصور، يعني يمكنلك تخرج في أي وقت، ما كاين حتى مشكل، يعني واحد المدينة اللي هي آمنة جدا جدا. وهذا الشيء تيبشر بالخير وتيبشر الحمد لله بالتقدم اللي كيدير المغرب عام على عام، ماشي غير في الاقاليم الصحراويه كيما جميع انحاء المملكه. أكيد الحمد لله. اكيد بالاضافه للكرم وطبيعه الحال ما نذكروش على الكرم ديال الصحراويين، ديال الناس السيامه ديال العيون، يعني فين ما مشيتي تعرضوا عليك، عندهم واحد اتاي بعدا سبيسيال، يعني ما يمكنش تصربوه في اي بلاد في يعني في المغرب، عندهم واحد اتاي يعني على الطراز، وعنده واحد الطريقه خاصه، وعنده اجواء خاصه، عنده واحد الطريقه باش كيوجدوه، لانه هائل بحقيقه الامر. والساكنه حتى هي ناس يعني تقليديين، ناس محترمين، ناس يعني يقابلونه ما يقعد، وتاثرت جدا باستقبال الحار اللي دار، لا من ناحيه ديال السلطات المحليه ولا قصيهم السيد العميل، اللي استقبلنا واحد استقبال حار مع العميده ديال كليه الطب، لان هادشي كان في كليه الطب ديال العيون وصيدليه بين قوسين. حنا زرناه ديك كليه الطب من اعظم ومن اجود يعني كليه الطب في المغرب، ذات يعني فيها زينيتي دو ريشيرش، فيها سبيطار حتى هو هائل، يعني مجهز جميع يعني راديويات، عمليات جراحيه، تم واحد العمليه. وهذا وفر على الساكنين يمكن تنقل في المدن الكبيره باش عادي. فعلا دابا يعني انديبوندون نهائيا، انت كاين اطباء، كاين كليه الطب، كاين كليه الصيدليه، دابا وصلوا للتوازيام اني الثالثه، وكذلك التكوين حتى هو مزيان، لان في الفحص ديالي اللي درت وهادشي غنرجعوا له بطبيعه الحال، شنو درنا تما مده خمس ايام، شفت طلبه تما وعطيتهم يعني وصايا وصيناهم وعطيناهم عدد ديال النصائح، وكنت تبارك الله على بال، هذا تيبين بان يعني الدراسه تما يعني دراسه عليا. الحمد لله، ايوا جبتي لنا اخبار ساره الحمد لله. تحيه لاقاليمنا اكيد الصحراويه، وتحيه الناس العيون اللي كيسمعوا لينا. والتظاهره اللي خص تعرف هو حنا كنا مشينا وشفنا تقريبا واحد 1000 حتى 2200 تقريبا ديال النساء اللي في اطار الكشف المبكر ديال سرطان الثدي وسرطان الرحم، واكتشفنا فعل بعض
الاورام، وهذوك الاورام اللي تكتشفوا راه تمت 21 عمليه جراحيه، بالاضافه الى هذه التظاهره اللي درنا كانت تقريبا واحد 120 ديال الاطباء اللي كانوا حاضرين جميع انحاء المملكه، من ناظور، من مكناس، من الدار البيضاء، من فاس، من الرباط، ماشي فقط المعاينه، المعاينه والتتبع. لا لا بطبيعه الحال صح، وتمت 21 عمليه جراحيه، ومازال غادي يتموا بعض العمليات الجراحيه من بعد النتائج اللي خدينا، ولاك العينات ديال اللي خدينا ديال التادي، اللي الساعه ملي غادي يبانوا النتائج غادي يمكننا يعني نتموا عمليات جراحيه اخرى. وكانت كذلك تظاهره، شو ديال الحملات مهمه جدا. النساء تعتقوا شحال قلتي لي العدد؟ 20 يعني عدد اكثر من 20، اكثر من 20. وبالإضافة إلى ذلك بطبيعة الحال كانت تظاهرة جد هامة في المستوى العالي، لأن كانوا أطباء بطبيعة الحال من الخارج، وكانت الندوات الطبية يوم الجمعة ويوم السبت كذلك، وهذيك الندوات يعني آخر مستجدات بعدها من ناحية ديال يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، يعني الذكاء الاصطناعي. هذاك الذكاء الاصطناعي من ناحيه ديال لا ماموغرافي، ولا من ناحيه ديال لاناباط، يعني من ناحيه ديال التشخيص، يعني اخر مستجدات من ناحيه ديال الراديو ولا ديال التحاليل ديال السرطان ذكرنا اليوم في العيون. بسيطات عدد وعدد الاطباء، وكذلك تحضرنا على التغذيه، لان التغذيه ورقينا بان الاحصائيات كيعطيو اكثر من 30% ديال السرطانات. هذا باش خرجنا ديال السرطان اللي عندهم علاقه مع التغذيه. اذا هضرنا على التغذيه والسرطان، هضرنا على التغذيه في الناس اللي فيهم داء السرطان. على كل حال كان عدد وعدد ديال المواضيع اللي هذوك المواضيع ماشي غير مواضيع يعني كلاسيكيه، ولكن مواضيع لاخر مستجدات في جميع النواحي. هذا باش بصفه عامه. وطبيعه الحال انا قلت لك كليه الطب جميله جدا، انا اظن كليه الطب، واستقبال كان استقبال يعني منقطع النظر في حقيقه الامر. دكتور حكي لينا على الاصدقاء والاجواء ديال النساء، كانوا متشجعات، كانوا النساء جو كثير مع العائله ديالهم؟ لا خصك تعرف ان الناس تقريبا سو انديبوندونت، يعني مستقرين. كان كل نهار الناس كيجيو تقريبا مع 6 الصباح مساكن باش يشدوا بعدا باش يشدوا النوبه، لان كان عدد وعدد ديال النساء، لان كان خصهم لابد باش يشوفوا الطبيب. وهاد النساء بصفه عامه كلهم جاوا، يعني كان واحد الوعي، وكانوا يعني جاوا خاصه الكشف المبكر ديال سرطان الثدي وسرطان فم الرحم. بالاضافه الى ذلك بطبيعه الحال كان هناك بعض النساء اللي جاوا بصفه عامه ماشي غير يعني اغتنمنا الفرصه باش نشوفوا جميع السكان، لان في بعض الاحيان كانوا الناس اللي تيتشكاو يعني من مصدر، ولا كيتشكاو مثلا كانوا اطباء في الطب العام، ولكن حنا اغتنمنا الفرصه باش نرجعوا شويه للور ونراجعوا هذيك الطب العام ديالنا، وشفنا فعلا عدد ديال النساء اللي مثلا ارتفاع الضغط ولا داء السكر، واللي لاحظت في العيون وهو ان هنا واحد النقطه مهمه جدا اللي لاحظت حول جميع النساء اللي شفت تقريبا هذوك النساء اللي شفت كلهم حنا شفناهم بطبيعه الحال في اطار سرطان عنق رحم ولكن تيمكننا يعني قبل ما نهضروا على السرطان ولا يكون هناك الفحص كاين واحد التشخيص الشامل. وهذا التشخيص الشامل بين لي انا بعدا شخصيا بان الساكنه ديال العيون يعني داء السكر طالع بزاف، يعني ملي كنسول هذوك النساء ترقاو يعني تقريبا وحده على اربعه رقيت فيها بان كداوي على السكر. وهذا جانب اخر اللي خصنا نطرقوا له في المستقبل في مدينه العيون. علاش داء السكر عندهم طالع؟ هذه نقطة مهمة. ممكن راجع المولود، راجع للتقاليد، راجع على قلة النشاط. على كل حال كاين اون اكسيون، لا كاين اون اكسيون، كاين اون اكسيون افير، يعني بالإضافة إلى سرطان الثدي وسرطان، خصنا نشوفوا علاش، وكذلك ارتفاع الضغط، لاحظت بأن كاين هناك
او الرجال الاطباق الدسمه اللي عندهم ارتفاع الضغط واللي عندهم السكر. اذا هاد النقطه هذه ربما غادي يمكننا يعني نعطيو واحد الاهميه نقطه اهتمام في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، شكرا على الملخص. ايوا سيدي بصحتك. هذا هو الملخص. صحتك سيدي بصحتك الرحله واخا مشيتي بلا بيا. وشقينا صراحه. اكيد اكيد ضروري كانت عامه حتى هي. طيب احنا كنشكرك صراحه دكتور على حضورك معنا بطبيعه الحال، وايضا ان دائما ما شاء الله عليك، يعني تنتمنى في هذا المجال هذا يكون دائما حملات وحملات وحملات ان شاء الله في مناطق مختلفه من بلادنا، لان يعني محتاجين شو شحال تم الانتقاد ديالنا. انا كنقول تنتقدوا تعتقوا هاد النساء. لا هاد القافله مهم جدا، لان المجتمع المدني لابد ما يساهم، لان وزاره الصحه العموميه ما يمكنش دير هاد الشيء، وهادشي شراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، لان فهاد التظاهره راه كان القطاع الخاص وكان كذلك القطاع العام. طيب دكتور الله يعطيكم الصحة، غادي نمشيو ونكملوا حديثنا، أكيد غادي نعاود نذكر بالأرقام مستمعينا الأعزاء اللي أكيد توحشوك وحابين أنهم يستشروا معاك ويطرحوا الأسئلة ديالهم، فستاندار مفتوح. شكرا لفاطمة زهرة، نستقبل المكالمات، أكيد مكلفة باستقبال المكالمات على أرقامنا 0522 30 30 00 أو الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. طيب اللي عندها شي مشكل أو حابة تاخذ الرأي ديال الدكتور عبد الوهاب زيزي، أو حابة أحد الصديقة ديالها ولا الأسرة ديالك، نلقاو بزاف ديال المسميات كيعيطوا لختي وصاحبتي، فهادشي مبادرة زوينة. احنا دائما راه الإشارة من أجل التوجيه لا أقل ولا أكثر، فتحية كبيرة لحضورك معنا دكتور. نكملوا المسلسل ديالنا ياك المرأة اليوم اللي في الحلقة الأخيرة. الحلقة الأخيرة سلام حتى نشوفوا شي موضوع آخر الأسبوع المقبل، ونتمنوا لها الفكاك على خير وهذا جهدنا عليها. الفحوصات ديال شهور الثلاثة الأخرى أكيد تهيؤ للوضع، شنو خاص يدار؟ امتى بدات الفحوصات؟ هي مصيريه لان هضرنا على الشهر الاولى والشهر الثاني، ولكن الثالثه هي مصيره، لان عدد النساء كلهم السؤال اللي كيطرح كله واش غادي تولد بصفه طبيعيه ولا عمليه قيصريه. انا غادي نقول لك شكون خصي غادي يولد بصفه طبيعيه وشكون غادي يولد بالعمليه القيصريه، ولكن كاين واحد الفحص اللي مهم ومهم جدا، وهو الفحص في الصدى تقريبا في 8 شهور. الفحص في الصدى في 8 شهور كيبين لنا الوضعيه ديال هذاك الجنين، وغادي نوقف هنا لان كاين مكالمه. نفرحوا في عليك. ابتسام من مراكش اول مكالمه في هذه الفقره، مرحبا بك ابتسام. صباح الخير. صباح النور لالا، مرحبا بك. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. على سلامتكم. على سلامتكم. الله يسلمك، تحيه الناس مراكش. ان شاء الله الناس مراكش. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، الله يخليك. عندي واحد الاسئله بغيت نسول الدكتور. تفضل. عندي الله يخليك، واخا عندي ملف شويه طويل ما بغيت الخلاصه ديالك. انا مزوجه 5 سنين هادي. اي زيد 5 سنين هادي عندي تاخر في الانجاب. جميع التحاليل جميع لي غاديو درتهم وصلت حتى لافيف، درت البروتوكول لافيف هادي المره الثانيه، درت المره الاولى خرج لي 5 ديال لي طونطاتيف. اسمعني يا دكتور. انا كنسمعك، انا متبع. قول. درت 5 ديال لي طونطاتيف ما جبت لي حتى شي واحد. دابا انا في البروتوكول الثاني، خرجوا لي ثاني 5 ديال لي طونطاتيف، خرجوا لي 3 ديال 3 جاني 3 جي جي 5 جي 5 وجي 3. درت لي طونطاتيف 3 ما جبت لي حتى شي واحد. هاد الشهر اللي فات درت واحد. انا دابا في لاسومين تلا غادي ندير جي 5 ما شدش ليا، وان شاء الله غندير واحد اخر هاد لو سيك. باقي لي 3 ديال لي طونطاتيف. اللي بغيت نسولها استاذ، اشنو يقدر يكون عندي المشكل؟ واش الماكله؟ واش من ورا لي ترونسفير؟ واش كندير شي حاجه اللي ما كتخليش لي داكشي يشد؟ الراديو ديال الكرون درتو الدفوه. ايوا المناوي مزيان؟ كلشي مزيان. كلشي مزيان. شحال ديال البويضات ياخذوا؟ داك العام مره وحده درت جوج ديال البويضات في ترونسفير واحد، مي وقع ليا فوسكوش دفو. درت كورتاج ودرت ليباري. داكوغ. شحال في عمرك؟ 81 42 عام. 42 عام.
ولكن اللي كان اللي بغيت نسولك عليه استاذ عافاك هو ان الاباضه وكل شيء كتكون عندي مزيانه. هي فهمت طبيعه الحال، اللي كنتي كتاخد لي بيرات كل الاباضه مزيانه وغادي ياخذوا لك البويضات. التحليله اللي كندير قبل من الترونسفير كيخرج لي فيها 2.45، لو موان لي فات خرجت لي فيها 2.45. مزيان تري بيان. وتبقى المشكل ديال لي فوسكوش. شوف اما ما كيشدش كاع نهائيا، كيجوني لا بيريود لا ريغل نورمال في نفس البلاصه. نتبع بطبيب اخصائي في هذا الشيء بطبيعه الحال. بيان سور. فوالا هو كاع ما فسر لك علاش، ما قالكش علاش هاد لي فوسكوش، خصك تعرف. هو ماما هو كيبان لي حتى هو كلشي نورمال، هو كيقول لي ما تستريسايش بقاي نورمال، ما كيبانش لنا شي مشكل، يعني ما كي انا كنمشي عنده بحاله نفسيه خايبه، هو كيحاول يطلع لي مزيان زعما. ما عمرو قال لي من هذا، انا معاه 4 سنين هادي، عمرو ما قال لي اصلا حتى نهار بغيت نوصل للاطفال الانابيب كان كيقول لي بلاش ما تمشيش، ما حد دابا ما كيبان لينا والو. مي انا مع حساب العمر كي سمعت من عندك شحال هادي، حيت انا كنسمع الغازي وشحال هادي شي 5 سنين هادي، سمعت ان العمر اللي بغيت الاطفال الانابيب خصو يمشي بكري. صحيح. الحمد لله كيخرج لي دائما الاباضه زوينه، كيخرجوا لي البويضه زوينين، تلقحهم من جي 5 لجي 3، كاينين الاجنه نتاع جي 3، كاين الاجنه نتاع جي 5. من المشكل عندي واش فرع ما عرفتش ما كيبغيش يشد ليا. طيب اولا خصك تعرف بان فهادشي ديال الاطفال الانابيب ماشي غير درتي الاطفال الانابيب 100% ديال النتائج الايجابيه اللي كاين في جميع في العالم باسره، ما كاينش اكثر من 25-30% النتائج الايجابيه من ناحيه ديال اطفال الانابيب، هذه خصك تعرفها، ماشي بان 100% غادي تنجح، هذه الاولى. ثانيا بالنسبه ليك انتين في بعض الاحيان اللي كيوقعوا لي فوسكوش غادي يكون ربما وراك الطبيب غادي يعرفها، غيكون عندك مشكل ديال لوندوميتر، يعني ديال العضلات عنق علاقه الرحم، يعني لوندوميتر خاص يكون موجود باش يستقبل هذاك البويضه، فهمتي شنو بغيت نقول؟ خاص لوندوميتر يكون بيان بريباري، وربما لوندوميتر ما تيكونش بيان بريباري ولا ما عندكش يعني الهرمونات يعني الضروريه باش يستقبل هذاك، وبالتالي كدير هذيك لا فوسكوش. اذا الطبيب ديالك دابا ربما غادي يعطيك ادويه اخرى باش هذاك باش لان باش لك عضله الرحم اللوندوميتر. عارف شنو هو اللوندوميتر؟ لا هما عضلات الرحم هما اللي ملي تيكونوا مجهزين مزيان تيمكنوا يستقبلوا، بالتالي ما كتكونش الفوسكوش. هادشي تقني اللي تنقول لك، هادشي هو اللي غادي يمكننا يفسر لي فوسكوش. اذا الطبيب ديالك ربما يعني في البروشين سيكل ولا يعني في لا بروشين فيكونداسيون ان فيترو غادي يعطيك ادويه اخرى باش يعزز لك هذيك العضلات الرحم، وملي يعزز هذيك العضلات الرحم بالتالي غادي ان شاء الله يمكن الحمل يشد بحول الله. ان شاء الله دكتور، يعني فيها غير ادويه ما فيهاش دابا انا لا ما فيها لا اباري لا والو، فيها ادويه عضلات الرحم. صافي شكرا. عضلات الرحم غادي تهضر مع الطبيب ديالك تقول له واش المشكل جاي لك من لوندوميتر من عضلات الرحم باش يعطيك الادويه باش يهزوا لك هذاك عضلات الرحم. شكرا بزاف استاذ جيزين، الله يخطيك علينا، الله يخطيك على المغاربه، شكرا بزاف. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. شكرا لك ابتسام حبيبتي، الله يفرحك يا ربي ونتمنى ان شاء الله الخير. نعم مزيان، هي عندها 41 عام وعندها بويضات مزيانين وداك الشيء، دابا كدير لي فوسكوش على كوز لا ريسبتيفيتي ديال النوميتر، هذا الطبيب راه كيعرفها. غادي نمشيو سريعا ناخذ اتصال مريم من الرباط. دكتور مريم السلام عليكم. عليكم السلام مدام سميه، لاباس بخير؟ الله يبارك فيك، الله يطول عمرك، تفضل مريم. دكتور عافاك، السلام عليكم. صباح الخير، تحيه للناس الرباط، اهلا وسهلا. شكرا، سمح لي واخا مرتبكه شويه. ما كاين مشكل. المهم انا عندي مرضي توكخون. مرضي توكخون زيد. وي، تندير العلاج البيولوجي واحد الدواء كيهبط المناعة معاه، هما جوج. عرفتو. دابا مشيت واحد النهار عند واحد الطبيبة تقريبا 3 سنين هادي، قالت لي هادي لا فيولين، عطاتني وحدة ديال الرضاعة. اييه. تقريبا 3 سنين ما تجينيش، المهم على غير ما كتجيش. بعد خطرت الا نسيتها ما عرفتش كتجي. دابا حاولت اني نحيدها حيدتها وما جاتش. العمر ديالي 30 عام. داكوغ. وعندي واحد الفتق. بغات ندير لي اوبيراسيون، قال لي واحد الطبيب يعني سولي واش زعما على قبل ان شاء الله لو بغيت زعما نحمل ولا شي حاجه واش ياثر ولا لا.
شكرا. طيب الدورة الشهرية كتقدر تمشي بواسطة الأدوية اللي كتاخذ بطبيعة الحال. هي كتاخذ دابا غين سكونابيلي ميكرو بيلول، واحد لابيلول اللي فيها غير البروجستيرون، ما يمكنش تاخذ لي زوستروجين، تيعطي واحد لابيلول اللي فيها غير البروجستيرون. هذيك البروجستيرون في بعض الأحيان كتقطع الدورة الشهرية، ربما من الناس قطعها غيرجع لها الدورة الشهرية. هذا ماشي مشكل. المشكل الثاني وهو أن السيدة هذه عند الفتق، شنو الفتق؟ الفتق هو اللي تيكون يعني في البطن، يعني في البطن صنعته لنا اون إغني دو لاين بلونش. هذيك إغني دو لاين بلونش طالعة تحل من الأفضل، من الأفضل هي يعني واحد العملية اللي هي بسيطة، دير واحد لابلاك باش مازال ترجع كما أنزلت، وبالتالي غادي يمكن لها تحمل. يعني بسيطة، لأن هي بسيطة بطبيعة الحال، من الأفضل دير هذيك العملية قبل ما تحمل. ما تحمل. طيب دكتور شكرا على الجواب، شكرا لك مريم على التفاعل ديالك، ودائما تنذكر بالأرقام مستمعينا اللي حاب يتواصل مع دكتور عبد الوهاب زيزي، دكتور اختصاصي في أمراض النساء، توليد، علاج مشاكل الخصوبة والعقم، تحضر معنا كعادة كل يوم أربعاء في حلقات برنامجكم الأسري للا فاطمة. نذكر بالأرقام 05 22 30 30 00، أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. دكتور نمشيو فاصل خفيف ظريف، فاصل إعلاني، ومن بعد راجعين باش نركزوا معك في أهمية الفحوص الطبية اللي خاص المرأة الحامل، ضروري إجباري ديرها اللي مقبلة على الوضع، يعني تنقولوا في 3 شهور الأخرى. بعد الفاصل معكم ياك دكتور، نسلموا عليهم كاملين في جميع مناطق بلادنا وأدنى التجاريات المغربية. نبغوا نسمعوا أصواتكم طبعا الحال في جميع بقاع العالم. مرحبا بكم على أرقامنا 05 22 30 30 00، رقمنا الثاني هو 05 22 31 33 33. دكتور عبد الوهاب زيزي نكملوا حديثنا على أهمية الفحوصات. قلتي الفحص ديال 8 شهور مهم جدا وحتمي ياك أكيد. سيدة وخا تسمح في حقها في الشهور اللي فاتت، ولكن هذا ما تسمحش فيه. ما تسمحش فيه. تفضل. ما تسمحش فيه، لأن دابا عدد النساء تيبغيو يولدوا في المنزل، ولا تيبغيو ينزلوا يولدوا خارج التغطية الصحية، وهذا غلط. يعني ماشي غلط، ولكن يمكن لهم يولدوا من بعد هذيك الفحوصات ديال 8 شهور. لابد لابد. علاش؟ في بعض الأحيان كيما هذا واحد الراديو، واحد السكانير ديال الحكاك، هذاك السكانير ديال الحكاك تيبين لنا بعدا واش هذاك الجنين غيدوز ولا ما غيدوش. ديك الساعة ملي تيكون الحكاك ضيقين طبيعة الحال كتكون هناك عملية قيصرية مبرمجة، ما فيها نقاش، لا تناقش. هذه بالنسبة للحمالة الأولى، هذه بالنسبة للحمالة الأولى بطبيعة الحال. هذا ديال النساء ما تنديروش هذاك الراديو، وتيوصل 3 شهور وكيتعذبوا العذاب الأليم. على كل حال هذاك الراس ما غادي يخرج نهائيا، وبالتالي تا الاخير عاد يديروا العمليه القيصريه، مالعين بان كاين واحد نسبه مئويه كبيره ديال هذاك العذاب الجنين داخل البطن اللي تكون عنده واحد العواقب وخيمه في المستقبل ديال هذاك المولود. اذا ملي غادي تحملها لك راديو غادي تبين لنا بان كاين الحكاك ضيقين، ما نبقاش نضيعوا الوقت. يعني يمكن تولد سيمانة 10 أيام قبل، هذه داخلة في إطار العملية القيصرية المبرمجة، الطبيب راه كيعرفها 100%. هذه الأولى. ثانيا علاش الأهمية نقول لك مهمة ومهمة جدا؟ هي هذوك النساء اللي عندهم الخلاص السابق، كتعرف بأن تيولدوهم عليك يا ربي كلشي على الله طبيعة الحال، ولكن بعض المرات يكون هذاك الخلاص السابق، هذه تعيطوا لها البلاصة دا بريفيون. ملي تيكون خلاص سابق إلا مشيتي تولدتي هذيك المرأة بصفة طبيعية كتوفى، كتوفى، لأن ما غادي يمكن لكش تحكم نهائيا في هذاك النزيف اللي تيكون قوي وقوي جدا. إذا حنا تنعرفوها بواسطة الفحص بالصدى، ليكوغرافي، تلفزيون، باش كلشي يفهم، كنعملوا لك ليكوغرافي، الفحص بالصدى اللي تيمكننا باش نعرفوا الوضعية ديال المشيمة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن حنا ما تنبغيوش نعرفوا غير الوزن ديال والوضع الجنين الآخرين، ولكن بطبيعة الحال خصنا نشوفوا المشيمة. إذا كانت المشيمة يعني سابقة يعني الراس، هنا عملية جراحية مبرمجة
يعني المشي ما باش يفهموا معنا هو داك البلاسانتا هو يكون عايش فيه خلاص تيعطوا له خلاص لا هذاك الليكيد امنيوتي شوفين هذا المشي ما هي البلاسانتا شنو البلاسانتا هو الخلاص النساء كلهم تعرفوا الخلاص شنو هو الخلاص الخلاص هو اللي تيمكن النمو ديال هذاك الجنين بين الام وبين الجنين يعني جميع كدوز ماكلتو ماكله ولا جميع يعني السلمينيرو ولا جميع لي ليكيد الى اخره كيدوزوا من الام بواسطه البلاسنتا يعني بواسطه هذيك المشيمه اذا كانت المشيمه سابقه ونعرفوها بحسب الصدى هذا يعني بان هذيك المراه خاصها تمشي تشوف الطبيب باش يدير لها عمليه قيصريه مبرمجه هذه نقطه جد هامه سميه باش نتزوجوا هاد المشاكل وهاد الولاده اننا اليوم في القرن 21 لا يعقل باش تكون هناك ولو وحده تتوفى وهي كتولد ما يمكنش اذا عندنا وسائل اللي تيمكننا وهذا الشيء حنا جاري به العمل هنايا في يعني في المدن بصفه عامه في المغرب ولكن الناس اللي كيسمعوني اللي في الجبل ولا في القرى الله يرضي عليكم ملي توصلوا 8 شهور تمشي في اقرب مركز يعني في 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 الدوار فاش ساكنين ولا اقرب مدينه وطلب في 8 شهور هذاك الفحص باش نشوفوا الطريقه باش غادي تولد على كل حال كاين عدد ديال الحالات اللي غادي نهضروا عليها ربما وهي اللي كتقرر نوعيه الولاده هادشي ديال الوجده والدار البيضاء صح وهي اللي كتقرر نوع الولاده ماشي الام ماشي لا 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 ابدا طيب غادي نمشيو لوجده دكتور نحيو ساكنه وجده مناطقنا الشرقيه نسلموا على وفاء السلام عليكم وفاء سلام لله نهاركم مبروك ان شاء الله الله ينورك مبروك ان شاء الله تفضلي حبيبتي مرحبا بك الله يخليك بغيت نسول الدكتور انا هذه واحد لاسمين درت اون فوس كوش دونك كان عندي ويسمين درت اون غروسيس اغيتي بغيت نسول الدكتور كنت مشيت بروميامون عند واحد جينيكولوج كان قال لي عندك بوليبوس واحد الفيبروم شنو عندك؟ نعم اسيدي شنو عندك اون بوليبوس؟ كان قال لي في لو مات سبتمبر كان قال لي عندك اون بوليبوس ليستيروسكوبي شنو عارف ليستيروسكوبي هذا قال لي عندك اون بوليبوس وعندك واحد الفيبروم تيب زيرو الوغ كنا بروغرامين على حسب ما يجيو لي غاكل باش ندير ليستيروسكوبي اوبيراتوار باش نحيدهم مي دان سو كو طاح جي طومبي اونسانت و لا دونا شونجي دونك ملي رجعت عندو قال لي سي بون اون فا نكملو داك البروسيس وسويت لدوطخ سيركونستانس بدلت الجينيكو قالت لي انا جو بونس با كون عندك بوليبوس بويسك طحتي اونسانت ابخي ان موا اي دمي وهذا دونك انا بغيت غير نسول دابا واش لا كوز ديال هذيك البروسبوس واش هاد لي بوليبوس ولا ان شاء الله ابخي ان موا ولا جو بو ايسي ان انفون دونك ما غاديش يكون دوطر بروبليم طيب الوغ تحيه لنزير وجده اهلا وسهلا الوغ بالنسبه لهاد السيده هذه عندها اون بوليبوز شنو بان في السرعه عباد الله شنو بوليبوز هو كشكل بحال ان فيبروم اللي تيكون داخل الرحم وفعلا هذاك الفيبروم تيقدر يتسبب في لي فوسكوش اذا بالنسبه لهاد السيده هذه بالذات انا كنصحها افيكتيفمون باش دير هذيك الاستيروسكوبي يعني هذاك المنظار اللي كنديرو من تحت وتحيد هذاك لي بوليب وتحيد هذاك الميوم باش الحمل المقبل يدوز في احسن ظروف لان هذا الفوسكوش انا ما تنقولكش بان 100% بان لا كوز هو 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 لو ميوم لي بوليب ولكن غادي تكون واحد النسبه المئويه اذا باش اوغمونتي لي شونس ديالك باش الحمل يثبت في احسن ظروف انا كنصحك قبل ما تحمل دير انيسيوسكوبي تحيد هذيك لي بوليب عاد تحمل ان شاء الله فوالا دكتور غير واحد الاستشاره بسيطه اخرى دابا نورمالمون باش لي سيروسكوبي اوبيراتوار كدير ديريكتومون مور لي ريغل لي ريجوني ني غادي نحسب ان موا من الفوسكوش سي سا دونك ملي نرجع خصني ابارامون نرجع للجينيكو قبل باش نبروغرامي معاه لي سيروسكوبي تماما سو كونتراسيبسيون باش ما تحملش اكزاكتومون داكور ميرسي بوكو دكتور ميرسي ليكم بزاف اهلا وسهلا مرحبا وفاء مرحبا طيب غادي نمشيو لدار البيضاء معنا حسناء دكتور حسناء السلام عليكم
وعليكم السلام اختي لاباس بخير. الله يبارك فيك. مرحبا بك حسن. سلام استاذ كي داير لاباس عليك؟ صباح الخير. تحيه للناس ديال الدار البيضاء. اهلا وسهلا. الله يحفظك استاذ الله يكبر بك. استاذ انا عندي 41 عام وحاولت باش نولد دابا شي عام تقريبا ما تزوجت. ملي مشيت لقيت عندي واحد داك سميتو كي سبيرمويد. داكوغ داكوغ زين. في الايمن. من بعدها قال لي خاصك تحيديه وهذا شي المهم. مشيت عند بزاف الماتان كاين اللي كيقول لي خليه بلاتي تتولدي اول مره, الاخر يقول لي حيديه, ما عرفتش شنو ندير. داكوغ زيد. مشيت عند واحد الطبيب قال لي عندك دي فيبروم, عندك واحد الفيبروم ولكن هذاك ما كيحبش الحماله. داكوغ. درت تبعت معاه واحد الشهر, عطاني ديك الابره التفجيريه كانت زعما البويضه وداك الشيء كاينين جوج قال لي مزيانين خارجين مزيانين. درت هذيك الابره. من بعد ما عطاني واحد متبت داك استروجين. داكوغ. هو عطاني 14 جوغ وندير التيست. انا ملي سالت ديك 14 جوغ خليت واحد 2 جوغ عاد باش درت التيست العادي عطاني نيجاتيف. من بعدها تقريبا واحد 4 جوغ بحال هكاك نزلت لي بيريود من بعد الغوطاغ اللي خاصني انا تجيني فيه, يعني جاتني على كتجيني في النورمال 26 جوغ جاتني بحال 31 جوغ. داكوغ. ملي نزلت هذيك لي ريغلا استاذ نزلت بحال فيها كحله شويه ماشي كحله ولكن مجهده وفيها بحال ديك الغشه ديال البيضاء ديك الجليده رقيقه بحال هكاك وكتنزل بحال قلت لي هذا عاقدين شويه. داكوغ. شنو السؤال؟ السؤال واش يمكن لي نحمل بهذاك الديرمويد واش يمكن لي نحيدو؟ شوف اسمعني, اولا الا كان انكيس ديال مويغ سيتحيد كان عادك تيتحيد بصفه يعني سهله بزاف بسيطه المنظار اسيريوسكوبي. هذه الاولى. ثانيا الا كان عندك انكيس ديال مويغ اسوسي فيبروم, الا كان فيبروم على حسب الحجم ديالك الفيبروم فيه واش 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر 3 سنتيمتر. الا فيه 1 سنتيمتر هو كيتحيد من المنظار بعدا تحيد عليك الطرق هذا المسمار هذا نحيده غادير انسيروسكوبي. زعما مع الوقت كما قلتي لاج وداك الشيء. لا 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 مع لاج كيمشي فعلا, ولكن هنا كاين واحد لو كونتكست ديفيرون. هنا كاين واحد الرغبه في الحمل الانجاب. اذا اذا كانت الرغبه في الانجاب ما عندها حتى شي علاقه مع لاج ديال يعني غادي يدوب ولا ما غادي يدوش. اللي كاين على قضيه زعما غير على الاقل تحملي بعدا وهذيك الساعه. لا لا الى حملتي كاين ان ريسك دو فوس كوش. داكوغ سي كلير. داكوغ. هادشي تحيد لو كيس مع ديرمويد, تحيد هذاك اللي فيه باسيريوسكوبي وليك الساعه غادي يمكن لك تحمل ترونكيل لانه يقدروا يقعوا دي فوس كوش. هذه الاولى. ثانيا ملي تيكون اكيس ديرمويد في بعض الاحيان الجوده ديال البيضه ما كتكونش مزيان. كاين عدد ديال العوامل الا كان انكيس ديرمويد سير لا ديرمويد استاذ لا كان انكيس ديرمويد ما فيهاش مناقشه خصو يتحيد. لا باسكو يا ريسك افيكسيو يا ريسك دو كومبليكاسيون يا ريسك دو تورسيون كاين بزاف لي ريسك. هذاك لي بارت كي بيجو. داكوغ. فوالا. لا لا شكرا استاذ معكم بروف. اهلا وسهلا. شكرا لك حسنه. انت خديتي الراي ديال الدكتور عبد الوهاب زيزي. مشكور على حضورك معنا من جديد دكتور وعلى التوجيهات ديالك للمستمعات ديالنا. دائما خطوطنا مفتوحه ودائما حنا راه الاشاره نجاوبكم على كامل التساؤلات ديالكم. 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. شو من الحالات دكتور اللي كتقرر كيف قلنا الولاده ما تكونش طبيعيه؟ الحاله الاولى هضرنا على الحاله الثانيه كاين الحاله الثالثه. علاش نقول لك الاهميه الفحص بالصرف 8 شهور؟ كنعرفوا الوضع ديال هذاك الجنين. اولا الا كانت المراه غادي تزول المراه الاولى حنا كنعرفوا شحال الوزن, واش فيه 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو الى اخره. الوزن الا كان كثير تيتعدى 4 كيلو 4 كيلو 200 ونسي من المرأة اللي غادي تولد المرأة الأولى. هذيك عملية قيصرة مبرمجة. هذه الأولى. ثانيا في الحالة إذا كان جيم رجلين أسياج أنا يمكن لا تولد بصفة طبيعية, ولكن إذا كان الوزن
ديال هذاك الجنين وهذا الشيء كنعرفوه في 3 شهور يعني في 8 شهور ضخم عملية قيصرية مبرمجة قبل ما يجي على الوجه. على كل حال غادي نمشيو تدريجيا من بعد ربما دفعة من المكالمات اللي كنشوف عليها جديدة. خديجة من جديدة ناخذ اتصال ديالها دكتور ونسمع السؤال. خديجة السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك حبيبتي. مرحبا. تفضلي دكتور هناك. لاباس عليك. صباح الخير. اهلا وسهلا. تحية للناس الجديدة. الله المعجبات ديالك بزاف بزاف دكتور. مرحبا. لا لا اهلا وسهلا. كنت نصورك دكتور حيت انا ديك خطره عيطت عليك كتكلمني على الحكه وداك الشيء ما كنسمعكش مزيان. كاين واحد الانيكو كتسمع كتكان حكه ياك خديجه. دكتور ودابا خرجت لي بحال شي حبيبه من اي جناب ودابا انا كثرت انا خايفه دكتور راجلي تيسبق الفتق. ودابا شي 5 سنين دابا هو مرض بزاف وليت انا العلاقه ديالي وليت انا خايفه يوقع لي حتى انا شي حاجه. شنو يوقع لك الفتق؟ ها؟ اش غيوقع لك؟ نعم دكتور؟ اش غادي يوقع لك؟ ما فهمت وقلت يكون شي عنده شي ميكروب ولا شي حاجه. لا هو الفتق ما عنده حتى شي الفتق ما عنده حتى شي علاقه مع الميكروب. ولا خرجت فيك شي حبه خصك تشوف الطبيب ما يمكنش نعرفو شوفك الحبه شنو واش بحال التلاله ولا ماشي بحال التلاله. هي بحال التلاله ولا كانت بحال التلاله خصك تشوف الطبيب لان ربما في بعض الاحيان تيكونوا بعض الامراض يعني تعفونيه هذيك المرض التعفونيه تقدر تعطي لك التلال وبالتالي خصك تشوف طبيب اللي يشوف واش التلال يعني اللي عنده علاقه ولا ما عندوش العلاقه ولا انكس كرواسونس لان كاين عدد ديال النساء كيغلطوا كاين التلال وكاين ليكس كروسونس. شنو ليكس كروسونس؟ وهي لك الجلده ديال التحت بعض الوقت يعني بحال كتقصح ملي كتقصح كتعطي بحال التلاله اذا خصها تشوف الطبيب. وكاين اكيد كاين العلاج خديجه ما تخافش. انا كنحس براسي فيها بحال شامبينيو بزاف. قالك لا كان شامبينيو شكل اخر حتى هو عنده الادويه المناسبه اظن بان من الافضل ما تبقاش لوطو ميديكاسيون خاصك تشوف الطبيب ما يمكن لك الطبيب غادي يشرح لك بالذات لان هو اللي غادي يمكن له يشوف ما غادي يمكنناش نعطيه واحد الادويه بلا ما تشوف بلا يكون هناك فحص سريري. المهم غير طمئني خديجه سيري عند الطبيب وغيعطيك الدواء وان شاء الله حبيبه ديالي غتولي لاباس. تخافي والو. شكرا دكتور فهمتيني ياك انا زعما راجلي زعما ماشي شي مشكل يوقع لي انا. لا 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 راجلك ما عنده علاقه مع الفتق خصو يشوف الطبيب ديال الفتق ولكن عندها حتى شي علاقه. شكرا دكتور شكرا بزاف. طيب شكرا لك خديجه. غادي نمشيو ننتقلوا دكتور اتصال ناجيه هذه المره من الدار البيضاء ناخذ اتصال ناجيه. السلام عليكم ناجيه. السلام ورحمة الله كي دايره بخير. وعليكم السلام الله يبارك فيك. الله تبارك الله على الدكتور جيزي الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك اهلا وسهلا. دكتور انا كتجيني واحد الصهده وواحد العرقه ماكوش كنعرق عرفتي بحال خويا عليا الصال ديال الماء. داكو شحال في عمرك؟ فوق 50 عام. الى رجليا. شحال في عمرك؟ فوق 50 45 55 فوالا. داكور زيد. وهاد العرق فهاد الصهده ما عرفتش. داكور انا غادي نقول لك شغادي دير صافي هذا هو المشكل ياك. هذا هو المشكل الله يسلمك. المشكل هنا داخلين نعم. وكتجيني السخفه. هي السخفه بيان سيغ السخفه وركابي تيضروك وظهرك تيضراك كلشي كيضراك شي معروف. الله يجازيك بخير. الخاطر ما كاينش. الخاطر ما كاينش. هذيك لا تسول عليها. لا تسولش عليها. هذه داخلة في سن سن النضج. المرأة ملي كتمشي من الدورة الشهرية يعني تقريبا في السن 48 50 سنة معدل هو 50 تيوقعوا هاد الاضطرابات نظرا لانخفاض الهرمونات. بالتالي هاد السيدة هذه عندها هذيك الكربات الصد وهي الكربات الصد العياذ بالله راه صعيبه بزاف. كاين النساء يعني اللي كتجيهم 10 15 ديال المراه في النهار ديال هذيك الكربات الصد. اللي خصك تفهم وهو هذيك الكربات الصد عندها واحد الادويه خاصه عندها واحد التغذيه خاصه للمراه وكاين واحد النصائح بطبيعه الحال اللي خص الطبيب يعطيها لها. اذا هذا الشيء اللي كيجيها ما تقولش هذا الشيء سي نورمال
هي سي نورمال سي با نورمال بحال تنقول دائما هي طبيعيه وغير طبيعيه. طبيعيه لان هي ماشي حاله مرضيه حاله فيزيولوجيه، ولكن هذيك الحاله الفيزيولوجيه يمكن لها تتحول لحاله المرضيه لان ما عالجناش داك الحاله الفيزيولوجيه. كاين الحل كاين علاج، والحل بطبيعه الحال كاين ادويه اللي غادي يمكن لها تاخذ، كاين نصائح ديال التغذيه اللي غادي يمكن الطبيب يعطيها لها، وبالتالي ما تبقاش فيها هذيك الكربط الصاد. هما كيتخوفوا على الادويه وداك الهرمونات. لا لا هذا كلام اخر، ربما غادي نهضروا على مينوبوز لا سيمين بروشين بغيتي، ولا نهضروا على ما بغيتي. ولكن اللي تنبغي نقول لهاد السيده هذه بان كاين العلاج ديال الكرباص ديال يعني العرقه. طيب شكرا لك دكتور، حنا دائما معكم مستمعينا الاعزاز، ودائما غادي نكملوا حديثنا ياك في اهميه الفحوصات. نكملوا الحديث بالنسبه للمراه الحامل في 3 شهور الاخرى. انا في 3 شهور الاخرى انا قلت لك الحاله الاولى، الحاله الثانيه، الحاله الثالثه، الحاله الرابعه. شو هي الحاله الرابعه؟ المرأة اللي عندها يعني كنديروا الفحص بالصدى 8 شهور، كتعرف بأن ابتداء 8 شهور 8 شهور ونص نعرفوا الوضع النهائي ديال الجنين. في بعض الخطر 4 شهور 5 شهور كيكون مقبل يعني من رجلين، ولكن ملي كتوصل 8 شهور كيتقلب وكيتقبل بالراس. تخي بيان. في بعض الأحيان يعني ملي كنديروا لك الفحص عشان الأهمية تقدر تبدل الوضعية لا اللي يكون في الأول في الرجلين ومن بعد لا تيبدل يعني طبيعي هادشي. طبيعي تيكون يعني الفوق الراس الفوق، من بعد كيجي واحد الوقت فاش كيتفيكس نهائيا كتعرفوا واش الراس ولا الرجلين ولا حاجة أخرى. تخي بيان. بالنسبة لهاد النساء اللي كيولدوا وتيعرفوا راسهم الطريقة باش غيولدوا تنديروا لك الفحص بالصدى. أنا قلت لك الحالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الحالة الخامسة شنو هي؟ الحالة الخامسة وهي أن هذيك المرأة في بعض الأحيان تيجي مقبل من الظهر، ماشي يفو با كونفون الظهر والرجلين. السياج إليبول. ملي كيجي مقبل من الظهر راه كتبان واضحة في ليكوغرافي، ملي كيجي مقبل من الظهر لا تناقش لا تناقش عملية قيصرية مبرمجة. لأن إلا مشى زغبال الله تمشي تولد عاوتاني بصفة يعني طبيعية، هنا تتقدر عليك الوالدة تحل، يقدر تكون اون غيبتيغ يتيغين، واللي كتقدر تأثر على المرأة وتأثر يعني وتسبلها في الحياة ديالها، لأن حالة تتصبح استعجالية تالهضرة. ولكن لا باش نكونوا واضحين السومية، ما بقاش عاوتاني نخلعوا عباد الله ويتحابوا هذا الشيء. حالة اللي كتوقع تقريبا 2-3% في الولادات، ولكن بصفة عامة الولادة كتدوز في أحسن ظروف بدون أي مشكل. إلا كان الراس مقبل يمكن تولد في الدار ما كاين حتى مشكل، ولكن باش يكونوا هاد الشروط كلها متوفرة خاص لابد هاد الفحوصات ديال 3 شهور الأخيرة اللي هي جد هامة باش نعرفوا، وباش ما تكونش هناك الحياة ديال ديك الأم ما تكونش يعني معرضة للخطر. طيب إذن بالاضافه للسيده اللي فيها ديجا امراض مزمنه، هذاك الشيء جاي لي بوحدو هذاك هذاك اللي غادي نهضروا عليه هو باثولوجي غروسيس الرابو، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب. غادي ناخذوا حسنه من الدار البيضاء معنا اتصال. حسنه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا دكتور بيان. الله يبارك فيك حسنه، تفضل. الله يخليك، ميرسي بوكو. الوغ كنحاول نتصل بالدكتور زيزي، عندي واحد السؤال. عندي جو سوي هنا متبعه مع دكتور في كازا، عندي واحد السؤال ديالي بارابور لا بي ار بي. اوكي. الوغ عندي واحد لا اي ام اتش ديال 0.08، ولو دكتور اللي متبعه معايا ما كونسيي دو فير لا بي ار بي واحد 3-4 فوا. بغيت غير نعرف واش هاد لا بي ار بي بصح عندها فائده بارابور ا مون كا بور اون اي ام اتش ديال 0.08 ولا. Vous avez quel âge? 40 ans. D'accord. Entre une AMH 008. 008. D'accord. Alors, on vous a proposé le PRP. PRP, exactement. Dertier ou le Mazel? Dert une seule fois, mais Mazel Maouch. Chal ou Slat l'AMH ni Dertier? Mazel, Chal, c'est une très bonne idée. Chal, c'est une très bonne idée. Chal, c'est une très bonne idée. Dertier, c'est deux mois. Deux mois. Faut attendre un mois à faire un PRP. D'accord? Pardon? تسنى ان مو ديال الايماج باش تشوف واش كاينه اون ايفوليسيون ولا ما كايناش اون ايفوليسيون. داكوغ. هذه الاولى. هذه الاولى. ثانيا من ناحيه ديال البي ار بي في حقة الامر، الا كانت اون ايماج تخي باس زيرو زيرو ويت يعني ميم با ان لا ماشي ميم با ان ميم با زيرو ان وي
mais pas 0,1, 0,08. Yani 0,08, c'est très, 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 très bas. Ouais. En réalité, les résultats ne sont pas excellents. Parce que nous avons fait les résultats ne sont pas excellents à 0,08. C'est-à-dire même que du jour au lendemain avec une image à 0,08 faire un PRP augmenté. D'abord, risque de dire. C'est-à-dire, je trouve, ouais, avec le PRP atteint ou la matache. Ok. Il faut que tu refasses la image obligatoire. D'accord. Si tu vois qu'il y a une augmentation, on passe de 0,08 ah, maintenant, je ne sais pas moi, 0,5, 0,0, 0,1 ou la 0,2 ou la 0,3, elle a dit bien, ben, tu as été efficace. D'accord, elle a dit oui. Tiens, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les inducteurs. As-tu les inducteurs? Non. Avec Libéry, le Kidiro. Libéry, le Kidiro, parce que tu as dit, Allah, je suis en train d'une ovulation. فهمتي؟ داكور باش نعطيك واحد الجوده ديال هذوك البويضات. انت كاع ما جربتيش هذا الشيء انت نهائيا. جربتي لا فيف فوالا. جربتي 3 فوا مي مالوغوزمون حتى كنوصل. تري بيان، الوغ لو بي ار بي اون بو لو فير، مي اون بروميير فوا، اي اوبليغاتوارمون فير اون اي ام اش، اي اون فونكسيون دو سا عاد اون فا بروند دي ديسيزيون. داكور. Parfait. Mais okay. Le seul examen, il y a la image. Il y a la image. Il a donc à refaire. Il a amélioré 0,08 chez Macrina. Donc ça sera rien. Pas donc tu fais quelque chose. Oui. Tu fais quelque chose. Donc quel est le حل? Hâte قليل. ولكن خصات ولا لقطقنات من رحمه الله ما تعرف شنو ياك خصات ديال لا ايماج نشوف واش كاين ريزولتا ولا ما كاينش ريزولتا. داكور سمعتيني لا حسنا سمعتك سيدي ميرسي بوكو سي تري جونتي. شكرا لك. شكرا. غادي نبقاو في الدار البيضاء دكتور، غادي ناخذوا اخر اتصال في حلقتنا اليوم. فاطمه ياك. فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير فاطمه. السلام عليكم. الله يبارك فيك اختي، تفضلي. الله يحفظك دكتور. هو معك. ها هو معك، تفضلي. دكتور انا يا هذه 3 شهور عندك، شهر 8 جاتني نهار 6 وشهر 9 جاتني نهار 16 وشهر 10 اللي فات جاتني نهار 24 فوتت لي بزاف. وانا دكتور كنشرب فاني ديال الغده الدرقيه. منين سولت الدكتور داك الشيء قال لي ما عندهاش علاقه، خصك تمشي عند طبيب اختصاصي ديال النساء والتوليد. وحاجه اخرى دكتور، وليت كنحس بالعيا بزاف، ما نقدرش نوقف على رجلي، كنحس برجلي ما تحس بحال واقفه على شي مار ولا شي حاجه كضروني. وكتافي شافا عندي 36. ودكتور نسولك على حاجه اخرى، الله يرحمك الوالدين، بالنسبه لاختي حامل عندها 4 شهور كضرها كرشها من تحت بزاف، وكضرها حجرها كتقول كضرني بزاف، عندها هادي الرابعه راه شنقول كف الولده الرابعه. الله يرحمك الوالدين دكتور، لا لقيتي باش تفيدني ولا باش توجهني دكتور، راه خلالك صحيح. انت نفسك في الدار البيضاء؟ اه صافي تبارك الله، عطى الله على يعني مشيت الدكتور والله مشيت غير نرجع من السبيطار، بقيت كنقول لها قالت لي لا خاصك تقول لي هذا السبيطار المخطط، قالت لي لا خاصك تقول لي حاجه واحده وصافي وخرج بها. كيفاش حاجه واحده؟ لا هادشي بالحساب. دابا ملي بقيت كنقول لها مثلا انا راني فاتحه الغده الدرقيه وكنشرب الدواء وكنحس بيدي كضروني ورجلي ما كنقدرش نوقف عليهم حق الشهر، قالت لي قولي لي على حاجه واحده صافي. صافي حاجه واحده، لا فيك حاجه اخرى ما تنعرفش. صافي لا حاجه واحده قالت لك حاجه واحده. لكن ما خليك صحيح كدكتور ما توجهني الله يسهل عليك. اولا بالنسبه لهذه السيده هذه عندها غده درقيه، غده درقيه فعلا تتعطي واحد يعني واحد الارهاق اللي خص طبيب اخصائي في هذا المجال ديال الغدات يشوفها باش يعطيها الادويه المناسبه. ثانيا عند اضطرابات ديال الدوره الشهريه، هذوك اضطرابات ديال الدوره الشهريه عنده علاقه مباشره ماشي مع الغده الدرقيه، ولكن عندها علاقه مباشره مع اضطرابات هرمونيه، بالتالي خاصها تاخذ ادويه. هذوك الادويه كتتخذها مده 3 شهور 10 ايام في الشهر ابتداء من 15 جور دي سيك، يعني 15 يوم بعد الدوره الشهريه. النهار الاول ديال الدوره الشهريه خاصها تاخذ هذاك الفانيد 10 ايام ومده 3 شهور من بعد هذيك الدوره الشهريه يعني كتقعد. هنا ما كاينش المشكل. بالنسبة لهذا السيدة الأخت ديالها اللي عندها 4 ديال الدراري، بصفة عامة
ملي كتكون يعني المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه هذا الشيء طبيعي بان يعني الحمل تيكون هو طبيعي ولكن تيكون نازل شيء ما ولكن هذيك حاله طبيعيه نظرا ان يعني اكثر يعني الحمل اللي كدير الاول والثاني والثالث يعني حتى هي مساله فيزيولوجيه ماشي مشكل. شو خص الراحه دكتور؟ راحه راحه هو يعني ملي كتكون المراه يعني حامله وتيكون هناك واحد تهديد ديال هذاك الجنين يعني اما بسيطه يعني ولاده مبكره اكوشمون بريماتوري ولا اجهاض متاخر اضطراري فوز كوش تارديف هنا لو سول تريتمون هو لوغوب. اذا هاد السيده هادي خاصها بطبيعه الحال لوغوبو نهائيا. طيب فاطمه حبيبتي نتمنى تكوني سمعتي الجواب ديالنا وهكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا ديال اليوم. غادي نكملوا واقيلا تهضر ليك دكتور شنو بان لك؟ باقي لنا شي كثير لا يعني كاين ربما او نختموا الموضوع لا يعني مازال الموضوع طويل وربما إذا سمحتي يمكننا نهضروا مثلا الأسبوع المقبل إذا هضرنا على الولادة الطبيعية يمكننا نهضروا على العملية القيصرية وشكون خصو يديرها وشكون ما خصوش يديرها دائما داخلة في نفس يعني الموضوع فحوصات ديال ثلاث شهور الأخرى في إعداد الولادة وعاد العملية القيصرية شكون يعني الناس بزاف كيتشكوا من العملية القيصرية وخسروا لهم شي العملية القيصرية شكون خصو يديرها شكون ما خصوش يديرها إلى آخره ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله دكتور لالا أختك شكرا جزيلا باسم كل المستمعين ديالنا كنشكرك على حضورك معنا كعادات كل يوم أربعاء دكتور عبد الوهاب زيزي دكتور اختصاصي في أمراض النساء توليد وعلاج مشاكل الخصوبة والعقم. شكرا لمتابعتكم هذه تمام.